السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، مساء الخير وصباح الخير عليكم في كل بقاع السودان وبقاع العالم. اليوم برضه حنواصل السلسلة اللي بديناها أمس، هي عن الجمعيات التعاونية. هي إنشاء وإدارة استدامة التعاونيات. كانت الورشة عبارة عن يومين، أمس واليوم إن شاء الله. فيها هيكون معنا المتحدث إن شاء الله أستاذ محمد الفاتح عبد الوهاب العتيبي، عضو كلية التعاون البريطاني ومستشار تدريب وبناء القدرات ومستشار وخبير في اليو ان دي بي السودان والتعاونيات التنمية المستدامة. المحاور الرئيسية كانت، أنا حذكر جزء من أمس واليوم عشان الأستاذ بعدين واصل عليها. المحاور كانت نبذة تاريخية عن إنشاء الحركة التعاونية العالمية، نبذة تاريخية عن نشأة الحركة التعاونية السودانية، القيم والمبادئ التعاونية العالمية ونشأتها وتطويرها وخطوات التأسيس والتكوين، وأخيرا الحوكمة التعاونية وتوفير رأس المال للجمعيات التعاونية والإدارة والتعاونية. ندي المايك لأستاذ محمد، اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اليوم الثاني سوري للورشة أو للدورة التثقيفية، حقيقة هي ما تدريبية. وأتمنى أنه أمس يعني المادة اللي تقدمت تكون يعني مفيدة، ويكونوا الناس قدروا يتابعوا ولقوا مادة مفيدة يعني. طيب، اليوم يعني ممكن نتكلم شوية عن المبادئ التعاونية أو القيم والمبادئ التعاونية، الـ values والـ principles، وممكن نتكلم برضو عن الحوكمة الـ governance، عن الإدارة وعن كيفية تكوين رأس المال بتاع الجمعية التعاونية باعتباره هو خطوة من الخطوات الأساسية في التأسيس والتكوين السليم والصحيح للجمعية التعاونية. طيب، يعني كمدخل كده ممكن نقول تلخيص سريع ليوم أمس، أنه إحنا تكلمنا عن بداية نشأة الحركة التعاونية المؤطرة المخطط لها، اللي عندها قانون واللي عندها أهداف وقيم ومبادئ وتنظيم وإدارة يعني بصورة احترافية. النشأة دي كانت بصورة واضحة جدا في تجربة بتاع جمعية روتشيلد للتعاونية في 1843. قبل كده كانت في تعاونيات وكانت في تجارب تعاونية، لكن ما أخذت الوضع البروفيشنال، الوضع العلمي المعرفي التنظيمي اللي هو المنضبط. كانت محاولات واجتهادات من أشخاص تقريبا، وتكلمنا عن روبرت أوين ودكتور ويليام كينج وشارل فوري وراي فايزين والجماعة ديل، ودورهم في أنه يؤسسوا لأسلوب يكون مفيد لحياة الناس ويحقق إنسانيتهم وكرامتهم في ظل النظام الرأسمالي المتوحش، اللي هو يعني ما كان بيدي اعتبارات كبيرة للقيمة الإنسانية. التجربة نجحت، يعني المجموعة بتاعت روتشيلد ديل 28 عامل من عمال النسيج بعد يتعرضوا للطرد بعد دخول الآلة في الإنتاج في مصانع النسيج ويتخلصوا منهم، هم بدوا خطوات تكوين الجمعية التعاونية واستفادوا من التجربة بتاعت الرواد الأوائل، وبالذات روبرت أوين، لأنهم كانوا عاصروا روبرت أوين وقدروا بعد ذلك يصلوا لمواضع الخلل اللي بتجعل أنه التعاونيات ما يحصل لها استدامة، بتبدأ قوية وحماسية وبتحقق غراض وأهداف، لكن بتبتدي تهبط 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 لحد ما تتوقف وتفشل. واللي هي دي النقاط الضعف اللي وصلوا لها دي، طوال خدتوا لها بغادي كيف أنه يتفادوها بشروط معينة بإطار معين سموه لاحقاً، بقى هو القيم والمبادئ التعاونية العالمية اللي بيقر الحلف التعاوني الدولي اللي هو المرجعية التعاونية العالمية.
واتعرضنا للتجربة التعاونية السودانية، وتقريبا هي يعني صورة من صور التجارب التعاونية في الدول الناطقة باللغة العربية في الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا، وأنه التعاونيات ما بدت بمبادرات من تحت من المواطنين بصورة أساسية زي ما في المبادرات بتاع جمعية روشديل والقبلها والبعدة، وإنما المبادرة الأساسية كانت من حكومة المستعمر الإنجليزي في أنه المواطنين يكونوا جمعيات تعاونية. وده حصل في الهند، حصل في دول أفريقيا، حصل في الدول الناطقة باللغة العربية، حصل في السودان. والمسألة دي الخطورة بتاعتها في أنها ما بتجعل المواطنين عندهم الدافع الحقيقي في أنهم يطوروا العمل، لأنه ما بكون عندهم الانتماء الحقيقي والرغبة الحقيقية والشعور بالاحتياج لأنهم هم يشتغلوا مع بعض. ليه؟ لأنه الدافع جاء من الخارج. في دول كتير عالجت الموضوع ده بعد خروج المستعمر، يعني مثلا كينيا، يوغندا، تنزانيا، رواندا، عدد من الدول، من ضمنهم برضو المغرب ونسبيا تونس. لكن بعد كده ما يعني النجاح في كثير من الدول ما كان مناسب، لأنه الحكومات ما أعطت الاهتمام الكافي للتأسيس والتكوين بتاع الجمعية التعاونية. فده ملخص لتقريبا يعني ليوم أمس. طيب، القيم والمبادئ دائما يعني هم الكونسبت، الاثنين ديل مترادفات مع بعض، والمبادئ دائما تمارس عشان تحقق القيم او تقوي القيم وتطورها. يعني القيم زي الصدق والكرم ونكران الذات والايثار وقيم الاعتماد على النفس والجهود الذاتية والتضامن، الديمقراطية، دي كلها قيم يعني ما غير محسوسة، ما يعني ما بتمسك تحسها بيدك. ولذلك المبادئ، لما تمارس المبادئ في الحياة أو في العمل، أنت كل ما مارستها بالطريقة الصحيحة كل ما القيم عندك قوت وترقت وتنمت وتطورت. فناس روتسيديل لما فكروا في أنه بعد اتفصلوا من العمل أنه يعملوا شنو، لأنه مواجهين بواقع سيء جدا، يعني ما في قوانين بتحمي العمال، ما في نقابات، حكومة يعني رأسمالية متوحشة، الكنيسة برضو بعيدة جدا ومساندة للسلطة الحاكمة ومساندة للرأسمالية، يعني هو تقول أنه يعني الفقر ما عيب ولا الفقير بيمشي الجنة، و يعني كلام مهبط، وتعمل بعض الإعانات والإغاثات للعمال وكده. العمال ال 28 دول رفضوا الحاجات دي كلها، لأنه لقوا أنه الجمعيات اللي قبلهم أخذت إعانات وهبات وإغاثات ودعم من الحكومة أو الرأسمالية أو المحسنين أو من الكنيسة، أنه المسألة دي ضرت ضرر بليغ جدا. ليه؟ لأنه يعني هزمت في داخل الأعضاء القيمة بتاعت الاعتماد على النفس والجهاد، وأنه الناس يكافحوا من أجل أنه يبنوا الجمعية بتاعتهم. ولذلك رفضوا أي نوع من الدعم، وخدتوا أساس أنه الاعتماد على النفس والجهود الأساسية دي أو الذاتية، الجهود الذاتية والاعتماد على النفس دي قالوا قيمة لازم نلتزمها. وبرضه لقوا انه في بعض الحالات مجلس الاداره بيتم بالاختيار وليس بالانتخاب، ولذلك اتكلم عن الديمقراطيه، انه احنا بيناتنا في شفافيه، لما نجي نختار لجنه ولا مجلس اداره ولا كده هنختاره على حسب الاحتياج بتاعنا، يعني بنختار الشخص اللي بيكون مناسب للمهام اللي احنا عايزينها.
ولذلك خدته الديمقراطية، خدته التضامن، أنه نحن حنتضامن مع بعض ونتحمل المسؤولية مع بعض، والفائدة تكون برضو بيناتنا على حسب كله، يعني كل واحد على حسب مساهمته بالعمل. وبالإضافة لكده الضعيف بيكون عنده يعني حق في الحاجات الأساسية. وبرضو من الحاجات يعني ركزوا عليها شديد، أنه هم يعني برضو بيركزوا على القيم الإنسانية، يعني الصدق، بمعنى أنه ما في غش، لأنه المجتمع في الوقت ده كان في غش كتير جدا في السلع. يعني مثلا كان السكر بيخلطوه بنوع من الرملة بيشبه السكر، لونه أبيض، يعني 3 4 كيلو بيكون سكر والربع بيكون رملة، وبيغشوا في الميزان. يعني لما تشتري كيلو بتاع سكر، يعني حقيقة الواحد بيكون يشتري نص كيلو بالغش. فهم يتكلموا عن الصدق وعن القيم الأخلاقية وعن المروءة والكرم وكل القيم. بعد ذاك لما نجوا في المبادئ دي القيم، لما نجوا في المبادئ قالوا أول حاجة ما في أي تمييز بين المواطنين لما يجوا يكونوا الجمعية ولما يبقوا أعضاء في الجمعية. يعني ما في تمييز باللون أو بالعرق أو بالقبيلة أو بالدين أو بالسياسة أو بده فقير وغني أو بده عالم وجاهل. فقالوا أنه المعيار بتاعنا نحن إنساني، ولذلك قالوا لكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم، مهما كان رأس المال بتاعه اللي بيمتلكه في الجمعية، مهما كان التعليم بتاعه، مهما كان وضعه رئيس ولا شيخ ولا عمدة ولا وزير ولا غيره. ودي يعني عبروا عنها في المبدأ الأول اللي هو الفولنتري أوبن ممبرشيب، أنه العضوية مفتوحة طوعية ومفتوحة، الجمعية التعاونية ما فيها جبر، يعني ما أنت ما بتقول للناس لازم تدخلوا، أو ما بديكم الحقوق بتاعتكم الفلانية إذا ما دخلتوا الجمعية، ما بديكم أسمدة لمزارعين إلا إذا عملتوا جمعية، ما بمولكم إلا إذا عملتوا جمعية، ما بديكم أراضي إلا إذا عملتوا جمعية مثلا. وما في يعني الجبر، أنه المواطنين باختيارهم بطواعية منهم هم بيدخلوا الجمعية التعاونية، وفي نفس الوقت عندهم الحق في أي لحظة أنه يخرجوا من الجمعية التعاونية، اللي هي دي العضوية الاختيارية الطوعية المفتوحة، وهي بدون تمييز لكن مفتوحة بشروط المجموعة المبادرة الأولى اللي حتكون الجمعية، يعني مش مفتوحة مطلقا. يعني مثلا كمثال، إذا قلنا في مجموعة بتاعت مزارعين 100 مزارع، كل مزارع عنده بين 100 ل 200 فدان، وقرروا اتفقوا مع بعض وعندهم معرفة في التعاون وعندهم خبرة في الزراعة وعندهم رأس مال وعندهم كده، لكن أفيد لهم أنهم يتعاونوا مع بعض في شكل جمعية تعاونية. فدي لما يجوا يضعوا شروط العضوية، من حقهم المبادرين الأوائل دين يقولوا والله نحن الجمعية التعاونية بتاعتنا دي عايزين مفتوحة لكل المزارعين، أبيض أسود راجل مرأة مسيحي مسلم قبيلته كده، أي كل الحاجات دي ما شرط من شروط العضوية. لكن مثلا يقولوا أنه أي مزارع عشان يبقى عضو لازم يكون عنده مثلا 50 فدان، بيبقى هنا شرط من شروط العضوية في الدخول للجمعية اللي بيكونوها المجموعة بتاعت المواطنين دي، أنه عايزين أقل حاجة زول يكون مزارع يكون عنده 50، إذا جاء أقل من 50 ما بيبقى عضو، واللي هي دي شروط فنية، ده حق من حقوق المجموعة المبادرة العايزة تعمل الجمعية. لو جاء واحد قال لا أنا عندي 40 فدان ولازم أخش وكده، بقول له شروط العضوية 50، ما عندك حق. فهنا ما بكون في تمييز أو في إقصاء. ليه؟ لأنه نحن
الجمعية التعاونية أصلا الغرض الأساسي منها خدمة العضوية بتاعتها، تقديم خدمات للعضوية، الإيفاء باحتياجات العضوية المواطنين ديل، تذليل المشاكل بتاعتهم، خدمتهم، ده الهدف الأساسي. ولذلك المجموعة المبادرة عندها الحق في أنها تخد الشروط الفنية اللي بتأهلهم وتساعدهم في أداء المهام بتاعتهم لتغطية الاحتياجات بتاعتهم. ده المبدأ الأول. المبدأ الثاني اللي هو مرتبط طوالي بالأنشطة وبالاحتياجات وبالأهداف، اللي هو المشاركة الاقتصادية للعضو. وده بيعني شنو؟ بيعني أنه جميع، نعم لا لا تفضل واصل يا استاذ، دوس واحد دخل معك. لا تمام. وده بيعني أنه الجمعية التعاونية ما تكوين خيري أو إغاثي، أنه الناس بيكونوا الجمعية التعاونية وينتظروا جهات أخرى توفر لهم احتياجات، إذا كانت السلع، إذا كانت مدخلات إنتاج أو غيره، إذا كانت الجهة دي حكومة أو منظمات أو ناس محسنين أو غيره. الجمعية التعاونية هي بيزنس موديل، هي شركة وشراكة بين مجموعة من المواطنين تدار ديمقراطيا وفقا لقيم ومبادئ التعاون ووفقا لقانون التعاون. ولذلك تكوين رأس المال ده مسؤولية المواطنين اللي حيكونوا الجمعية. وهنا لازم بصورة أساسية أي مواطنين يتجمعوا عشان يعملوا جمعية تعاونية لازم يحددوا هم عايزين بالضبط شنو من التجمع بتاعهم اللي اسمه الجمعية التعاونية. يعني هم عايزين شنو، دارين يعملوا شنو لما يتجمعوا ويشتركوا مع بعض ويضعوا إمكانياتهم مع بعض. بعدين ليه جمعية تعاونية؟ ده سؤال لازم يسأل. يعني ليه ما شركة؟ ليه ما منظمة مجتمع مدني ولا جمعية خيرية ولا أي حاجة؟ فدي حاجة مهمة جدا، عندها أثر في الاستمرارية والاستدامة. لكن المبدأ الثاني بيتكلم عن أنه المواطنين لازم يحددوا الهدف أو الأهداف اللي عايزينها، وبناء على بيحددوا رأس المال وبيحددوا قيمة السهم الفعلي، مش أي سهم، مش أي قيمة زي ما بيحصل. يعني الآن أنت الجمعية التعاونية بتمسك مسجل الجمعيات التعاونية بسجلها بأي رأس مال. ده طبعا خطأ، لأنه إذا أنت داير تعمل عمل من خلاله تغطي الاحتياجات والاغراض اللي عايزها وتحل المشاكل بتاعتك، الموضوع ده داير بغادي قروش، داير راس مال. فبيبقى المشاركه الاقتصاديه للعضو ده نمره 2. بعدين في الديموكراسي كنترول، اللي هو الرغابه الديمقراطيه او التحكم الديمقراطي للاعضاء في الجمعيه. يعني الجمعيه اللي بتحكم فيها الجمعيه العموميه اللي هم الاعضاء، والتحكم ده ديمقراطي، ما فيه تسلط، وما ممكن يكون في ديمقراطية بدون وعي، بدون معرفة، بدون ثقافة. دائما الديمقراطية مرتبطة بالوعي والثقافة والمعرفة. ولذلك المبدأ الخامس بيتكلم عن التعليم والتدريب والمعلومات، واللي هي دي من الحياة العوامل اللي أدت لعدم استمرارية التعاونيات واستدامتها قبل لورد سيديل. ولذلك خدت التعليم والتدريب والتثقيف والتوعية مبدأ. فبيبقى المبدأ الثالث أنه كل ما يجري في الجمعية التعاونية من عمل وأداء وإدارة ولجان وجمعية عمومية واتخاذ قرارات بيتم بصورة ديمقراطية بشفافية عالية جدا، واللي هو ده برضو عنده علاقة بالجوفرنس، بالحوكمة. طيب الحياة دي برضو ممكن نفصل فيها لقدام، يعني إذا الناس محتاجين. طيب ده المبدأ الثالث. المبدأ الرابع، يعني شوف المبادئ دي هي مرتبة 1 2 3 4 5 6 7 مقصودة، يعني
يعني في ناس بيتكلموا عن المبادئ بيلخبطوها، يجيب لك الاخير لفوق وكده وهنا، يعني هي مقصوده انه اول حاجه العضويه مفتوحه، يعني في مساواه في القيمه الانسانيه بالنسبه للناس اللي عايزين يكونوا الجمعيه، ما في جبر. الحاجه الثانيه انه بعد كده انه الناس دي لازم يفهموا انه الجمعيه التعاونيه دي مسؤوليتهم، لازم يكونوا هم راس المال ويبدوا بالمتاح من الامكانيات اللي عندهم، واذا عندهم 10 20 30 غرض ممكن يبدوا بغرض 2 3 في السنه الاولى مثلا، بعد ذاك يتوسعوا شويه 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 ويمشوا يتطوروا لقدام. وعشان الموضوع ده يمشي لكده لازم الشغل ده كله يدار بطريقه ديمقراطيه. الثلاثه دي لما يحصلوا بتحصل استقلاليه وذاتيه للمجموعه دي، لانها هي بتكون شخص اعتباري قانوني يسجل بقانون التعاون، عنده شخصيه اعتباريه تتيح له انه يتاجر ويشتغل ويصدر ويستورد ويعمل كل ما يمكن في الاستثمار بالطرق المشروعه. فبيبقى الجمعيه هنا في الحته دي بقى عندها استقلاليه مستقله وعندها الذاتيه بتاعتها، ما محتاجه لزول تشيل منه ولا جهه تشيل منها تسيطر عليها. وفي نفس الوقت قانون التعاون، كل قوانين التعاون في العالم بتديها امتياز. من الامتيازات والحقوق اللي في القوانين حتى في قوانين التعاون في السودان الإعفاء الجمركي والإعفاء الضريبي والإعفاء من الرسوم، كل الرسوم. الإعفاء ده ممكن يكون كامل وممكن يكون جزء، وده بعد ذاك بيتوقف على شنو؟ على اعتبارات كثيرة جدا، على تفهم الجهات الإدارية في السودان، إدارة التعاون والوزارات المختلفة، جمارك، الضرائب وغيره، وبتوقف بدرجة كبيرة جدا على قوة الجمعية ومجلس إدارتها وفهمه والقدرات اللي عنده ومعرفته بحقوقه ومعرفته بالقوانين وكيفية انتزاع القوانين دي بالطرق المختلفة. بعد الاستقلالية والذاتية، عشان الأربع مبادئ الأولى دي تستمر وتثبت وتتطور وتمشي لقدام، المبدأ الخامس بيتكلم عن التوعية والتعليم والتدريب والإعلام، كل المعرفة والبحوث والدراسات والكلام ده. ثم يجي المبدأ الخامس اللي هو بيربط الجمعية التعاونية بالمنظومة التعاونية العالمية، من المبدأ السادس اللي هو الـ Cooperation Among Cooperatives اللي هو التعاون بين التعاونيات. يعني يا جمعية تعاونية اتكونت في أي بقعة من بقاع العالم، إذا الجمعية دي اتكونت بطريقة proper معتمدة على نفسها، كونت رأس مالها من موارد الذاتية، بدت على قدر قدراتها وحصل لها نوع من التوعية والتثقيف والتدريب، مارست الديمقراطية، حققت نجاحات حتى ولو بسيطة، لكن العمل تعاوني وديمقراطي ومتطور وماشي، مباشرة هي بقت في المنظومة التعاونية العالمية، ما محتاجة لإدارة التعاون ولا وزارة ولا حكومة ولا أي جهة، مباشرة ممكن تخلق علاقات تعاونية في كل المجالات مع الجمعيات التعاونية، مع الاتحادات التعاونية، مع أي جهة، مع قطاع خاص، مع حكومة في داخل وخارج السودان. ثم يجي المبدأ الأخير واللي هو بيميز التعاونيات كعمل جماعي استثماري ونشاط، يعني فيه تجارة وفيه استثمار وفيه كل الأنشطة اللي ممكن يمارسها الإنسان، أنه القيمة الإنسانية فيه عالية جدا وهي الأساس بتاع تكوين الجمعية التعاونية، واللي هي التعاونيين من نفسهم من 1843 قرروا أنه يكون في جزء من العائد اللي هو فائض الفائض اللي بيجي من استخدام رأس المال اللي هو في الشركة الربح، براهم قرروا أنه يكون في نسبة لتنمية المجتمع اللي فيه الجمعية من نفسهم، ما في جهة فرضت عليهم، وهم
غننوه عملوه قانون، يعني لازم اي جمعيه تعاونيه تطلع من ارباح اللي هي الفائض لتنميه المجتمع اللي هي فيه، ولازم تطلع نسبه للتعليم والتدريب والاعلام والكلام ده المبدا الخامس. ومن يعني من بدايه الثمانينات ابتدى برضه لازم ان الجمعيات التعاونيه تشتغل في البيئه ونظافه البيئه. فهذه تقريبا المبادئ التعاونية والقيم التعاونية. المبادئ والقيم التعاونية دي مش المطلوب بس معرفتها وكده نظريا، الحاجة الأساسية المطلوبة ممارستها، الممارسة، يعني الجمعية التعاونية يكون فيها ممارسة للمبادئ دي والتطور في الممارسة والتحسين فيها، واللي هو ده يعني بيدي الفرصة للشراكات العالمية، لأنه المبدأ بتاع التعاون بين التعاونيات ده كل ما الجمعية نجحت ومشت لقدام الفوائض اللي عندها والنسب اللي عندها الخدتاها من الأرباح بتاعتها أو الفوائد بتاعتها بتقوم توظفها في شراكات مع جمعيات صغيرة أو ناشئة أو عندها مشاريع ما قادرة تعملها برا، وده بالنسبة لها بيكون نجاح كبير جدا. فأي جمعية تعاونية بتمارس المبادئ دي وبتحاول تمارسها وتتطور فيها هي بتكون مؤهلة للشراكات التعاونية العالمية. يعني ما بيكفي بس مثلا أنه في اللائحة الداخلية للجمعية التعاونية الحياة دي تكون موجودة، في القانون تكون موجودة. الموضوع الأساسي الممارسة، وفي كثير من الدول الاثنين فيهم خلل، يعني النظر فيه خلل، خلل كبير جدا. والممارسة يعني فيها يعني مفارقات كبيرة جدا للمرجعية التعاونية العالمية. فبيبقى ديل القيم والمبادئ التعاونية هي حاجة أساسية ومهمة جدا لأي مجموعة مواطنين بيفكروا في أنه يعملوا جمعية تعاونية. الشيء الطبيعي أنه يعني طبعا المعرفة التعاونية دي هي مسؤولية الجميع، يعني المواطنين ذاتهم عندهم دور في انه دارين يعملوا جمعيه، لازم يعرفوا الجمعيه التعاونيه دي شنو. صح في معاناه وممكن ما يكون في الجهات، ما في جهات بتعمل، لكن لازم يعني المواطنين ديل يزعوا للمعرفه. المعرفه دي ونشرها وتيسيرها وسهوله الحصول على ده واجب المجتمع السوداني، مش الحكومه بس، كل المجتمع، يعني كل المجتمع، الصحفيين، الإعلاميين، الكتاب، الاقتصاديين، أساتذة الجامعات، منظمات المجتمع المدني، الحكومة، الأحزاب، النقابات، كل الناس دين مفترض يهتموا بنشر الثقافة والمعرفة التعاونية وتبسيطها، ويعني تكون متاحة. والدور الأكبر طبعا للحكومة اللي هي بتمثل الشعب وبمفروض تخدم الشعب بالأجهزة بتاعتها، إذا كان مثلا وزارة، إذا كان مركز بتاع تدريب، إذا كان غيره. فالواقع عندنا في السودان أن الجمعيات التعاونية بتتكون معظمها، يعني كم 90% منها، ده على أحسن يعني ده إذا زول أحسن الظن، أنها ما بتتكون بالطريقة الصحيحة وعلى عجل، والناس ما عارفين أهدافهم شنو، وكل يعني معظم التعاونات بتتكون على اعتبار أنه ده يعني شيء واجب على الحكومة أنها تدي سلع توفر لها، تدي أوامر للمصانع يخفضوا الأسعار، يجيبوا الكده كده كده، اللي هي اتجاه للإعاشة وللإغاثة، الحاجة القديمة اللي بدت من المستعمر ومشت مع الأسف في كل الحكومات. وبعض التعاونيين الحريصين على القيمة التعاونية واللي هم يعني فهموا بالممارسة وبالمعرفة وبالدراسة وبكده ناضلوا وجاهدوا في أنه يرفعوا مستوى الوعي التعاوني ويرفعوا
الغيمة بتاعت التعاون، وينبهوا لأنه التعاون هو ما موضوع بتاع إعاشة وما موضوع خيري وإغاثي وكده، أنه التعاون هو موضوع بتاع إنتاج واستثمار وتغيير من واقع الناس، من واقع بعيد لواقع أفضل. فدي يعني ده باختصار شديد للسبعة مبادئ التعاونية، وهي اللي أغرها الحلف التعاوني الدولي في 1995، وفي السنة اللي فاتت في سيول في كوريا المؤتمر بتاع الحلف التعاوني الدولي قرر انه يعمل كوشينير واستبيان لكل التعاونين في العالم. انا شخصيا مليت الاستبيان ده كله عن المبادئ وعلاقتها بالممارسة في بلدك ودورها ووعي الناس بيها، يعني استبيان كبير جدا، على اساس انه الحلف عمل لجنة من خبراء يعني تعاونيين على اساس انه يقيموا الاستبيان ده ويشوفوا الخطوة الجاية لقدام حتكون شنو. فده يعني باختصار شديد. والحوكمة اللي هي بتعني الضبط للنشاط او العمل في المجال المعين بكل الـ يعني بكل انواعه، اذا كان عمل اداري او فني او زراعي او استهلاكي، انه يكون منضبط ضبط معرفي وعلمي. اذا كان يعني دي من الحياة بتاعت الحوكمة، المزايا دي في التعاونيات واضحة جدا، ما فيها اي لبس ومتطورة. ولذلك التعاونيات اللي تأسست بطريقة بروبر يعني في أفريقيا وفي آسيا وفي لاتين أمريكا عملت تغيير كبير جدا في واقع الناس في قطاعات مختلفة. المرأة مثلا يعني التعاونيات غيرت تغيير كبير جدا من واقع المرأة البائس في العمل في الريف والدخل المتدني والاستغلال، وحتى الواقع الاجتماعي وحتى الواقع الثقافي وحتى السياسي، لأنه التعاونية فيها ممارسة ديمقراطية. المزارعين قطاعات من الأشخاص ذوي الإعاقة، قطاعات من الحرفيين في مجالات مختلفة. فده كله لأنه حصل تأسيس جيد والحوكمة كانت حاضرة وكان في انضباط وفي تطور. وبعد كل سنة الجمعية بتكتشف نقاط الضعف بتاعتها وين والقوة بتاعتها وين، وبتنتقل لحتة تانية، وبعد شوية بتدخل في شراكات عالمية وبتظهر تعاونيات تانية، وبيحصل يعني نوع من التعاون الأفقي، تعاون بين التعاونيات أفقيا في البلد الواحد، وبتطلع تعاون رأسي تكوين كيانات أعلى وأفقية مع دول أخرى وهكذا. يعني هسه في اتحاد بتاع 5 دول في 4 غارات، الاتحاد ده لمزارعين البن، ده لسه مسيطرين على الـ كل الانفستمنت في البن. ليه؟ لأنه قطاعات كبيرة جدا من المزارعين هي داخلة في تعاونيات، وعملت الكونفدريشن ده بتاع زراعة إنتاج وتصدير والبن، ويعني عملت حتى يعني التريد فير، عملت يعني اوجدت اسعار فير، يعني اسعار مرضيه للمنتجين، لانه المنتج في غالب الاحيان في كثير من الدول اذا كان في الزراعه او في اي قطاع بيتعب تعب شديد جدا في انه يطلع المنتج، لكن العائد اللي بيجيه ضعيف جدا مقارنة بالحلقات الثانية بتاعت السماسرة والمستغلين وكده، اللي هو بشير المنتج ده ويبيعوه بأسعار عالية جدا. فالاتحاد ده خلق نوع من يعني من الاستقرار والأسعار المرضية للمنتجين، وحتى طور من الـ الصناعة والإنتاج بتاع البن في الدول دي كلها. نفس الحاجة مثلا إذا شفت الشاي في أوغندا وفي كينيا وفي رواندا، بوروندي، الكونغو، تنزانيا، برضو الدول اللي قدرت مع بعض ترفع من قيمة الاستثمار التعاوني في القطاع ده. فيعني ده يعني كده سريع كده، وأنا أجيب وأدي فرصة للناس لو يعني عندهم تعقيب ولا أسئلة.
الو، ايوه معاك يا استاذ. هاي. فانا قلت احسن اجيب هنا وادي فرصه اوكي، لو في تعريب ولا سؤال. في اسئله سالوني لها في الخاص، انا حوجهها لك. السؤال الاول، قال لك دخول الماكينات والالات استبدلت البشر، في كام من النقاط اللي انت ذكرتها، فهل يعني انه دخول الكمبيوتر والعولمه والتحول الرقمي فبيؤدي الى خلق آلية جديدة للتعاونيات؟ ده كان السؤال. الآلات دخلت في النظام الاقتصادي الرأسمالي في الإنتاج، وتحديدا إنتاج المنسوجات أو النسيج في مقاطعة لانكشير في بريطانيا، واللي هي العاصمة بتاعت الإنتاج ده كله، كانت مدينة مانشستر. يعني المقارنة بين داك وبين التقنية الأسهل الكبيرة، الطفرة الغير مسبوقة في تاريخ الإنسانية في اكتشافات التقنية المختلفة وتطويرها واستخدامها وكده. الفارق شنو؟ الفارق أنه في الوقت داك ما كان في وعي بالنسبة للطبقات المسحوقة من المزارعين والعمال والنساء و المواطن، سواد الناس يعني المواطنين العاديين. وكانت الآلة الإعلامية الرأسمالية مسيطرة، وكان الدين داعم للسلطة في الوقت ذاك، الكنيسة. ولذلك الآلة كانت يعني بتعمل فارق في القيمة المادية للطبقات المسيطرة، وبتبعد غالبية الناس. الآن التغنية، لأنه حصل وعي والوعي زايد ومتنامي، فالوعي ده في صالح التعاونيات، لأنه بيخلي التعاونيات عندها نفس القدرات والإمكانيات اللي هي عند أضخم نظام رأسمالي. ولو أي واحد من المشاركين فتح يعني خدت يعني لو كتب بالعربي الحلف التعاوني الدولي او الانترناشونال كوبريتيف الاينس، او عمل www.ica.coop.co.pi، ده موقع الحلف التعاوني الدولي، حيلقى انه الحلف التعاوني الدولي الان اضخم واكبر من الشركات الضخمة الآن اللي بيتكلم عنها العالم. الحلف التعاون الدولي بمكوناته وبجمعيات التعاونية الموجودة في العالم كلها حوالي 4 مليون جمعية تعاونية، يعني تيرن اوفر بتاع أكبر 300 جمعية تعاونية حاجة في حدود أكثر من 3 بليون، فيها كم مليار، يعني حاجة رقم كبير جدا جدا. وده كله جاء نتيجة لشنو؟ لأنه التعاونيات اللي تأسست بطريقة بروبر قدرت تستخدم التقنية وتطورها كمان بصورة أكبر من القطاع الخاص. ليه؟ لأنه أنت هسه لما تتعامل في جمعية تعاونية يكون فيها 100 ولا 200 ولا 150، إذا الناس دي قاموا بطريقة بروبر، الآراء بتاعتهم وتلاقح الآراء وفي إطار الديمقراطية بيديك قيمة فكرية أكبر من أنه يكون في عدد قليل. فالتقنية هي في صالح التعاونيات، لكن ما أي تعاونيات، يعني ما التعاونيات اللي احنا شايفينها وبنسمع عنها في السودان وحتى غير السودان يعني، لكن التعاونيات اللي هي قامت بصورة بروبر. يعني مثلا انت اذا شفت التعاونيات في ماليزيا، في سنغافورة، في تايلاند، في نيبال، في أرجنتين، في بيرو، في أفريقيا، في كينيا، في مثلا في المغرب، في الحتات دي، وشفت التقنية اللي بيستخدموها في الإنتاج. يعني مثلا المغرب فيها حوالي 5000 جمعية تعاونية نسوية منتجة، وإذا شفت المنتجات بتاعتهم والباكينج بتاع المنتجات، يعني التغليف والحاجات دي والقيمة المضافة من المنتج لما يطلع من الزراعة
لحد ما عمل له قيمة إضافية بنظافته بكده بتغليفه بكده، يعني ما ممكن بتقول انه دي ما جمعية تعاونية بتاعت مثلا النساء بسيطات وكده. فالتغنية هي في يعني في صالح التعاونيات. شكرا لك استاذ محمد. ده بالنسبه للسؤال بتاع اذا في اي زول في الزوم او في الفيسبوك كتب السؤال في الشات او ممكن يرفع يده هناك، ندي فرصه ونوجه السؤال لاستاذ محمد. في استاذه سالت انه السؤال كان الساعه امس، فانا بس حابب افيدها. شاديه، استاذه شاديه قالت مشروع سلعتي ما بيشبه النظام القديم اللي كان شغال به التعاونيات من البدايه، فكان السؤال ده كان امس تم طرحه والنقاش في موضوع سلعتي والآلية بتاعته. كان الأستاذ محمد عمل يعني تغطية للموضوع ده. أنا ممكن أرسل في الكومنت اللي قاعد في الفيسبوك لايف أمس عشان الناس تقدر تربط بين اللايفين سوا، تقدر تستخلص المعلومات. وإن شاء الله نسعى مع الأستاذ محمد نقدر نطلع العتيبي، نقدر نطلع مستخلص أو خلاصة لللايفين الاثنين في شكل غرائي، لأنه ممكن في بعض الأشخاص بيحبوا يقروا أكثر من ما شنو يسمعوا أو يشوفوا. فشكرا لك جزاك الله استاذ محمد. اذا في اي زول عنده سؤال ممكن يرفع يده في الفيسبوك، ممكن يكتب في الشات في الكومنت، وفي الزوم ممكن يرفع يده او ياخذ فرصه لطرح اسئله او يكتب في الشات. شكله ما في زول استاذ محمد. وطبعا انا يعني حابب اذكر انه الشرح اللي تم يعني تصوره، لانه هو عباره عن جولة كبيرة شديدة عن كل المعلومات عن الجمعيات التعاونية، فنتمنى يكون في مزيد من الزيادة التواصل والتعاون. أنا موضوع التعاونيات هو الحل الوحيد لإنقاذ ممكن نقول، لأنه في مثل زمان بيقول لك لو العصاية واحدة كانت بتتكسر بسرعة، لأن كل مجموعة من العيدان إذا كانت تشكلت بعصبة ما بينكسروا بالساهل. فالجمعيات التعاونية هي مفهوم كبير جدا، وزي ما ذكر الأستاذ محمد من المعلومات الجميلة جدا أن هي غير هي عبارة عن نموذج ربحي، يعني ما نموذج تطوعي او نموذج يعني بيزنس موديل بتاعك بيتكلم عن هاو تو جيت الربح البروفيت. يعني مجموعه من الاشخاص بيقدروا يضعوا راس مال حتى اذا كان برودكت او اذا كان قروش او اذا كان طيبه عن طريقه يقدروا يستثمروا فيه عشان يقدروا يزيدوا راس المال بتاعهم. يعني ما بينتظروا جهه تديهم فيس او جهه تدعمهم بفند معين عشان يقدروا يستمروا. فشكرا لك استاذ محمد، ونتمنى انك تدينا تفضل أي نبذة أخيرة أو أي كلمة أخيرة. كويس. يعني الواحد إذا في فرصة يتكلم، يعني يقوم يتكلم عن أهمية الجمعية التعاونية ذات. يعني ليه نحن تعبانين ونتكلم عن التعاون و بنشجع أنه الناس يعملوا جمعيات تعاونية وبنطرح لهم المعلومات الأساسية، وأصلا ما حصل قلنا لمجموعة كونوا جمعية تعاونية، لأنه ده ضد المبدأ الأساسي في الاعتماد على النفس والجهود الذاتية. لكن حريصين على أنه نتيح المعرفة والمعلومة الصحيحة على أساس أنه المواطنين يتلمسوا الطرق المختلفة اللي بتعمل لهم تغيير في حياتهم، هل جمعية تعاونية ولا شركة ولا منظمة خيرية ولا منظمة مجتمع مدني، ولا الناس يعني بالسولداريتي بتاعتهم الموجودة بين الأسر وكده. فالأهمية بتاعت الجمعية التعاونية والفرق بينه وبين الأشكال العمل الجماعي الأخرى، أنه الجمعية التعاونية إذا تمت بوعي المواطن المبادر ده، لما الجمعية تتكون هو بيكون صاحب المبادرة، هو بيكون الشخص المكون مساهم في تكوين رأس المال، وهو اللي بيختار مجلس الإدارة بتاعته، وهو اللي بيراغب مجلس الإدارة، وهو بعد ذاك بيستفيد من الأرباح أو من العوائد بتاعت الجمعية. ودي صفات من النادر أن تلقاه في تنظيم جماعي آخر. دي حاجة. الحاجة الثانية، التكوين بتاع الجمعية التعاونية أبسط وأسهل
من الشركة كاستثمار، لأنه كل المجموعات دي ما عندها حق في الاستثمار ما عدا الشركة والجمعية التعاونية. الجمعية الخيرية ما عندها حق بالقانون بتاع العمل الخيري أنها تستثمر، لأنه ده عمل خيري وهي بتشيل قروش من ناس خيرين، توظيفها إغاثات رمضان شنو ما بعرف غيره. المنظمة بتاعت المجتمع المدني بقانون المنظمات بتاعت المجتمع المدني ما عندها حق في أنها تستثمر. النغابة شغول حقوق، الأحزاب شغلهم سياسة، فبيبقى الجهتين الوحيدتين هما الشركة والجمعية التعاونية. لكن الاثنين عندهم ميزات وعندهم يعني أفضلية على بعض. الشركة عايزة رأس مال كبير ما بيتوفر لغالبية المواطنين في كثير من الدول، لأنه الجمعية التعاونية رأس المال بيتكون على حسب الاحتياج بتاعك. يعني زي ما أنا قلت، إذا أنا إحنا مجموعة ساكنين في حي في قرية، مزارعين في حتة، سباكين في منطقة معينة، ميكانيكية، يعني عندنا مصانع صغيرة، أي حاجة زي دي، أن إحنا بنحدد احتياجنا شنو؟ عندنا 5 6 7 10 احتياجات. إذا فهمنا صح، إذا تكوننا صح، أن إحنا ممكن نبدأ بواحد من الاحتياجات دي على حسب الإمكانيات اللي عندنا. فالتكوين بتاع الجمعية التعاونية أسهل، العائد بتاعها أسرع، الفائدة للأعضاء أكبر، الفائدة للمجتمع بتكون أكبر، بعدين هي متوافقة ومتماهية مع القيم الإنسانية، بالذات في مجتمعاتنا نحن والمجتمع السوداني، أنه نحن مجتمع يعني متعاون، مجتمع الناس فيه يعني في رمضان بيمرقوا كلهم مع بعض، كل زول بيطلع اللي عنده بياكلوا كلهم مع بعض، ممكن الصينية اللي بتخطها انت ما تاكل فيها تاكل في صينية تانية ولا كده. فالقيمة التعاونية هي قيمة فطرية مفطور عليها الإنسان، وفي العادات والتقاليد بتاعتنا راكزة. كل المعضلة اللي بتواجه الناس في تكوين الجمعية التعاونية، المعضلة الأساسية الأولى عدم الفهم، عدم الإلمام، عدم التصور لقيمة الجمعية التعاونية، يعني في احتقار للجمعيات التعاونية، وفي عدم تصور للقوة بتاعتها. يعني مثلا بريطانيا دولة رأسمالية، التعاونيات عاملة بالانس، عاملة توازن كبير جدا في الأسعار. ليه؟ لأنها منافس كبير، بتقدم مليارات الجنيهات الاسترليني من الانتاج بتاعه والخدمات بتاعتها للخزينه بتاعت الدوله، بتوفر اكثر من 100,000 وظيفه سنويا، عامله يعني عملت اثر كبير جدا في النواحي الاجتماعيه والسياسيه في الممارسه الديمقراطيه من جمعيه روتشيدين لحد الليله. فدي حاجه قويه جدا. مثلا دولة زي رواندا، دولة صغيرة جدا جدا، يعني قدر ولاية الخرطوم دي ولا أصغر. التعاونيات هي المخدم الأساسي للمواطنين، أكثر من 50% من السكان، قريب لل 60% ديل بيشتغلوا في التعاونيات وبيكونوا الجمعيات التعاونية. فدي حاجة مذهلة جدا. رواندا يعني قبل سنتين ساهمت في الاقتصاد الوطني بأكثر من 40 مليار دولار، متطورة جدا في الخدمات الزراعية، في القيمة المضافة للمنتجات الزراعية، ده كله عبر التعاونيات في حتات كثيرة جدا. يعني لو مسكت مثلا دول صغيرة زي نيبال مثلا في آسيا، زي سنغافورة، زي ماليزيا، يعني كده بقى الدول دي التعاون فيها عمل حاجة كبيرة جدا. ده نحن في السودان يعني ما بقول انه ما في يعني اثر ايجابي، في اثر ايجابي، لكنه ما بيتناسب مع الطاقة بتاعة المواطنين ومع الارث التعاون الفطري ومع الامكانيات المتاحة، اللي هي لو اتوظفت بطريقة صحيحة بتغير الواقع بتاع الناس والمجتمع والبلد كله. فالحاجة اللي أنا يعني بشوف أنه الناس يركزوا عليها في الوقت ده،
الموضوع بتاع نشر المعرفة والثقافة التعاونية بقدر الإمكان. المواطن السوداني عنده ذكاء وعنده فطرة، إذا التقط المعلومات دي من مصادرها وبالطريقة الصحيحة وبحياد، وأنه تديها له كمعلومة، ما توجهه يقول له كون جمعية ولو عملت بنعمل وكده، أو تحاول تستغل الكتل بتاعت المواطنين لأنه يكونوا جمعيات تعاونية عشان يكونوا معاك في لأي سبب من الأسباب، يعني إحنا هتحصل لنا قفزة كبيرة جدا في الواقع بتاعنا، وحيحصل تغيير كبير جدا على كل المستويات. فدي النقطة يعني دي من الحاجات الأساسية، واللي هي دي الشباب عليهم مسؤولية كبيرة جدا في الموضوع ده، والمعرفة بقت متاحة. وأنا شخصيا يعني أخونا أحمد أو ابننا أحمد داود، الكونتاكت بتاعي متاح لأي من يرغب في أنه يتواصل معي ويخوض يده مع يديه، ومع بعض نبني المنظومة التعاونية المعرفية في السودان. أكيد طبعا يا أستاذ محمد العتيبي، إحنا سعيدين تماما أنه عملية نقل المعرفة وعملية البيلدينج كاباسيتي للهيومن ريسورس، إحنا دي واحدة من الأهداف الرئيسية في مؤسسة الباحثين السودانيين، وهي يعني بناء المنصة التي تجمع كل السودانيين من الإنتاج العلمي والإنتاج المعرفي كل أنواع إن شاء الله. ففي أستاذ نبيل بدوي عنده رفع يده، سمحت استاذ محمد ادي فرصه اتكلم. تفضل. تفضل استاذ نبيل، عمل اني ميوت لنفسك. تفضل. السلام ورحمة وبركاته. عليكم السلام، تفضل. باشمهندس نبيل بدوي من الثورة الحارة العاشرة، جمعية الثورة الحارة العاشرة غرب. أنا حقيقة يعني عندي تواصل مع الأستاذ الكبير، ويعني يعني التعاون يعني حقيقة يعني استفدنا بفائدة كبيرة جدا جدا من المحاضرات دي. مشكورين أنتم الباحثين جدا، وده مبدأ مهم جدا جدا، مبدأ التثقيف والمعرفة مبدأ مهم خالص خالص. يعني حقيقة يعني إحنا ويعلاقي بعين كثير جدا جدا في المسألة دي، ودخلنا الجمعيات التعاونية دي من ناحية يعني أول حاجة توفير المواد الاستهلاكية لأهلنا في المناطق دي، لأنه الظروف المعيشية دلوقتي أصبحت صعبة جدا جدا، والتعاون هو يعني الأساس في المسألة دي. الجانب الثاني جانب التنمية المجتمعية، أنا حقيقة يعني بوجه يعني شكر لكل الناس اللي شغالين في المجال بتاع التعاون ده، ومجال صعب ما سهل، لأنه لقى ظروف صعبة جدا جدا من أيام المايو، والظروف اللي مر بيها الفترات الفاتت دي كلها تدمير للتعاون بصورة أخرى. إحنا إن شاء الله نخد يدنا مع بعض مع دكتور الفاتح ديه على أساس أنه نعيد بناء التعاونيات، كيف نقوم اتحادات قوية، كيف نقدر ندافع عن حقوقنا، كيف نقدر ننتزع حقوقنا. دي مسألة مهمة جدا جدا. الجانب بتاع التنمية المجتمعية حقيقة يعني أنا كنت داير أوجه سؤال للأستاذ الفاتح، شنو دور يعني برنامج الإنماء بتاع الأمم المتحدة الإنمائي، وشارك لو يقدر ينورنا فيها شوية، على أساس أنه نقدر على الأقل يعني في إجراءات دلوقتي ماشية في تكوين مؤسسة تعاونية، وده برضو واحدة من المبادئ اللي بتخلي يعني التعاون مع التعاونين، يعني كونهم هم يتلموا بعض ويكونوا شيء جسم، ما دام الاتحادات دلوقتي حاسه بقت ما عندها فرصه ان تقوم رقبتها المرحله دي، ففي فرصه بتاعت انه تقوم مؤسسات تلم مجموعه من التعاونيات دي على اساس انه يخدموا بعض في مجالات كثيره، منها بناء القدرات، ومنها يعني توفير السلع الاستهلاكيه، منها يعني التعاونيات الانتاجيه، ومسائل كثيره جدا جدا هو ادرى بها مننا، ونشكركم على هذا. أيوة أنا واصل ولا أنتظر يا؟ لا واصل، واصل أنت. لا تفضل أستاذ أيوة، تفضل. طيب، شوف
منظمات الأمم المتحدة كلها يعني ما عدا البرنامج بتاع الورلد فود اللي هو ده بيعمل إغاثة وكده، يعني ده برنامج بتاع إغاثة يعني توفير الغلال والأكل والحاجات دي، لكن كل المنظمات بتاعت الأمم المتحدة بالذات الـ ILO منظمة العمل الدولية والـ UNDP برنامج الإنماء للأمم المتحدة والإيفاد والفاو، دي ما بتدي حاجات عينية أو قروش، لكن إذا لقت بالذات في القطاع الإنتاجي الزراعي أو الحرفي أو الصناعي لقت مجموعة من المواطنين باذلين مجهود حتى لو بسيط في التوعية والتثقيف وفي أنهم يعملوا عمل ولو بسيط، هي ممكن تخش معاهم شريك. بمعنى إذا مثلا عندهم مشروع، المشروع ده عايز آلات، عايز مواد خام، عايز كده، هي بتخش معاه شريك بالحاجات اللي هم محتاجين لها، على أساس أنه بعد فترة معينة يتفقوا عليها بكونتراكت أنه بعد سنة، بعد 5 سنين، بعد كم سنة، أنه المبالغ دي ترجع يعني تدريجيا للمنظمة العالمية. وهنا المجموعة دي كان جمعية تعاونية، كان ناس منظمين حرفيين غيره يكونوا استقلوا وقاموا بنفسهم. في دول كثيرة جدا عندها برامج زي دي بالذات للتعاونيات، إذا في مواطنين كونوا جمعية تعاونية بطريقة بروبر وعملوا الرواب ده، يعني عملوا رأس المال على قدر قدرتهم، لكن رأس مال يكون حقيقي. يعني هسه مثلا معظم الجمعيات التعاونية إلى الآن بتعمل رأس مال 1000 و2000 و3000 و5000، دي القيمة بتاعت السهم، وبيكون بغادي عندهم أهداف عايزة مليارات. فده ما بكون ده يعني ده ما بكون شيء واقع، يعني ده بكون أحلام ولا أي تصورات. لكن إذا المواطنين ديل اجتهدوا، المواطن دفع 100 إن شاء الله على أقساط وعندهم أهداف ويتأهلوا وعملوا التوعية والتثقيف والتدريب وعرفوا القانون بتاع التعاون وعملوا اللائحة الداخلية بتاعتهم حتى لو بمساعدة ناس خبراء أو قانونيين أو غيره، وبدوا والديمقراطية موجودة وفي لجان وفي مجلس إدارة تم انتخابه بطريقة ديمقراطية، والجمعية العمومية بتنعقد ومتفاعلة مع مجلس الإدارة ومع اللجان بتاعت مجلس الإدارة، وفي لجنة بتاعت رغابة، وفي نهاية السنة في نتيجة، مهما كانت النتيجة دي ضعيفة، الناس لو عملوا أي بروبوزل لأي مشروع وهم عندهم من المشروع ده، المشروع ده الإمكانيات اللي عندهم منه 10% بس، 90% بيلقوا جهات كثيرة جدا تخش معاهم شريك. ودي الفكرة بتاع الشارك. يعني أصلا البرنامج بتاع الأمم المتحدة ده كان مع الحكومة من بداية الحكومة الأولى بتاعت الثورة، وخلاص اتخطط ليه وكده عشان يبدأ، جات المحادثات بتاعت السلام وكده في شهر 8 و9 2020، وقفت الحاجات لأنه الأمم المتحدة قالت ما معروف يعني اللي هيحصل. لما الحكومة الأولى تغيرت وجات الحكومة الثانية بتاعت الفئة الحركات المسلحة ومين ومين بتاعت فبراير 21 2021، قامت الحكومة اليون دخلت وكان في يعني تباطؤ شديد، وبدت برنامج كبير جدا، البرنامج ده لدعم الديمقراطية والتحول المدني والحكومة المدنية في السودان، برنامج كبير يعني من الأمم المتحدة، فيه الصحة وفيه التعليم وفيه التوعية وفيه التدريب وفيه التعاونيات وفيه الإنتاج الزراعي، يعني أبوابه كثيرة. فمن ضمن الحاجات في البرنامج ده التعاونيات، في أنه يكون في توعية وتثقيف وتدريب وتكوين مجموعة من الشابات والشبان، يعني يتأهلوا وينشروا هم المعرفة في الولايات كلها، وبعد ذلك يكون في تفكير يعني اتجاه لتكوين جمعيات نموذجية إن شاء الله 5 6 جمعيات، وبعد ذلك تمشي الحاجة التي تنتشر. لكن
الانقلاب عوّق الحاجات دي كلها، وفي نفس اليوم بتاع الانقلاب الأمم المتحدة وقفت التعامل مع الحكومة. فالشباب اللي اتدربوا يعني واصلوا مع المسؤولين في الأمم المتحدة أن البرنامج ده إذا وقف أنتوا بتكونوا ما ضريتوا، ما أخذتوا موقف من الحكومة، بتكونوا أخذتوا موقف مننا إحنا الشباب. فقامت الفكرة أن الشباب كونوا شارك وماشيين يسجلوها، باعتبار أنه اليو ان توفر لكل الولايات لجمعيتين او ثلاثه يكونوا زي جسم مع بعض، والامم المتحده توفر لهم مقومات انهم هم يتطوروا ويمشوا لقدام، وكل كل مره يدخلوا معاهم جمعيه جمعيتين تكون في الستاندر بتاعه. فدي الفكره بتاعت شارك. الفكره دي طبعا فكره ممتازه جدا، ودي مبادره من المجتمع الدولي للسودانيين. مفترض أن السودانيين يمشوا في الاتجاه ده ويقوموا التجربة دي ويدعموها، ولو فيها أي سلبيات تتعالج عشان تمشي لقدام، وإلا هتقوم الأمم المتحدة توقف ذاته، حتى مع المنظمات ومع القطاع الشعبي ومع الشباب توقفها إذا بقى فيها نوع من عدم الاستفادة وكده، لأنه العالم بره بيطالب الأمم المتحدة ببرامج جاهزة جدا، أنه هو جاهز تعالي لنا. فالأمم المتحدة هسه هي بادرة، ونفس المبادرة دي كان في مبادرة من الـ ILO منظمة العمل الدولية، دي وقفت بدري. وفي الإيفاد برضو عندها مبادرة شغالة فيها. فبيبقى أنه السودانيين عليهم أنه يقدموا نموذج في التعامل مع منظمات المجتمع المدني قائم على المعرفة وعلى نكران الذات وعلى الاستفادة، ومش الاستفادة أنه ياخدوا حقوقهم في المنظمات دي، لأن السودان عضو في الأمم المتحدة وعنده حقوق في المنظمات دي كلها. فده الموضوع بتاع شارك يعني باختصار يعني كده. الو، ايوه استاذ محمد. هاي استاذ نبيل برضو رافع يده، هنديهم مره اخرى مداخله اذا امكن. برضو بنوه بس ان احنا فضلنا في الوقت 10 دقائق، فممكن استاذ نبيل يتفضل بطريقه سريعه. عمل لنفسك ميوت. باشمهندس نبيل، ميوت. ايوه ايوه كده اتفضل. سامع كويس. ايوه اتفضل. الشكر جزيل للدكتور الفاتح، كأنه يعني شرح لنا شرح كويس جدا جدا مستفيض. واحنا حقيقه في المبادره دي كجمعيات تعاونيه بدينا في اجراءات، وبدينا بتعاون مع يعني الاستفاده، او ما الاستفاده بس يعني اخذ حقوقنا زي ما هو بيقول. فعلا ده كلام صحيح، يعني ده حقنا احنا كسودان يعني مشارك في الأمم المتحدة عامة في هذا البرنامج. احنا ده حق من حقوقنا، مفروض نتمسك به ونحاول بقدر الإمكان ندعم على الأقل المعرفة، ونوجه الجمعيات الثانية، فإن كل الجمعيات كأنه تشارك في الموضوع ده. ويعني أنا أفتكر يعني ممكن يكون في لقاءات كثيرة جدا جدا في الحتة دي يقوم بها الدكتور إن شاء الله. تمام، ده كلام ممتاز جدا، وهو ده المطلوب. يعني الحاجة المطلوبة أنه الموضوع ده ما يعني لو المجتمع كله ما تحرك فيه الأثر بيكون ضعيف. وأهم قطاع في المجتمع أنه يتحرك في موضوع التعاونيات ده هو المرأة السودانية والشباب، لأنه ديل الطاقة وديل أكثر فئتين يعني حقوقهم مهضومة في المجتمع، والجمرة بتحرق الواطية. ولذلك التركيز حتى في الستينابل ديفلوبمنت بتاعت الأمم المتحدة مركز على الاثنين دول، على المرأة والشباب. فده الاتجاه في أنه الناس يوعوا بحقوقهم، يعرفوا قانون التعاون على علاته، يعرفوا المرجعية العالمية، الحلف التعاون الدولي بيقول في شنو،
وبعد ذاك الناس يتأهلوا بالذات في الـ ماش الـ الـ السوفت سكيلز او اللايف سكيلز. لازم الناس يعرفوا الكوميونيكيشن بتاعنا تعبان جدا، يعني التواصل في كل يعني اذا كان شفاهة حديث، اذا كان كتابة، اذا كان الكوميونيكيشن تعبان. بالنسبة لنا احنا كناس يعني بروفيشنال في منظمات او جمعيات او اي يعني بصورة عامة. بعدين النيغوشيشن، يعني احنا ما بنعرف نناقش الحاجات بتاعتنا كيف، وما بنعرف حقوقنا ذاتها قاعدة وين وبنشيلها بالضبط. كيف. فبيبقى ده اتجاه سليم جدا. وبعدين الحياة بقت متاحة، يعني كل المنظمات دي اذا انت بديت في اي عمل وماشي فيه وفي حاجة يستعصد عليك محتاجة لعلم لمعرفة لكده، هم عندهم دي أولوية طوالي بيعملوا لك. يعني ممكن يجيبوا لك زول خبير يعمل الحاجة دي، يعمل تدريب، يعمل دراسة جدوى، يقدم خدمة، دي 100% بيعمل. إذا بقيت في حتة بتاعت استثمار أنت مؤهل ليها، بخشوا معاك في شراكة تانية. المشكلة وين؟ المشكلة في الفهم، أنه إحنا نعمل حاجة عشان الحكومة تدينا وعشان يجيبوا لنا وعشان أها بنعمل كيف، وداخلين في متاهة بتاعت أنه كله مناسبة، إحنا منتظرين كيس الصايم، فرحة العيد، ما عارف الحقيبة المدرسية، ما بعرف اللي حصل كده جيبوا لنا. التدريب ذاته الناس هسه بيقول لك التدريب مجاني. هسه لو في شركة دارت تعمل تدريب لموظفينا ولا الناس اللي شغالين فيها، وجابت زول عشان يعمل تدريب 5 يوم ولا 6 يوم ولا يومين ولا 3، بيجي يعمل الحاجة دي مجاني؟ فالعقلية المنتاليتي لازم تتغير، ودي العقلية اللي احنا قمنا فيها لما قمنا أطفال نشأنا فيها، ولما كبرنا ومشينا الثانوي والجامعة، ما عارف زيادة دخل المرأة الرجلية، ما عارف الأسر المنتجة، وكله كلام ما عنده معنى. يعني انتاج الصابون وما بعرف شنو والخزف والكده، حاجه ما عندها معنى، ما بتودي لقدام. يعني مجهود بيبذل ويصرف فيه مئات الالاف من الدولارات، انتاج بتاع حاجات يجي يعرضوه المسؤولين يجي يفتحوه، خلاص تاني ما في المجموعه دي بعد الافتتاح والحاجه دي ما عندها اي حاجه، المنتج ده ما بيجي لقدام. دي ما الطريقه، الطريقه انه لازم تفكير بيزنس. خلاص إلا 10، إلا 10. هاي تفضل واصل يا ما عندي حاجة. يعني أفتكر إنه ده الاتجاه بتاع إنه الموضوع لازم الناس ياخدوهم. ما في زول بيحل ليك مشكلتك إلا أنت، وأي إنسان يزعى في حل المشكلة بتاعته، في مناصرين كتار جدا حيظهروا لك. دائما انا قاعد اقول لو في زغل سايق عربيه والعربيه بطلت، البطاريه ضعيفه، مجرد ما ينزل من العربيه ويفتح الباب ويفضي العربيه ويحاول يلز، بيظهروا له ناس من وين وين يلزوا معاه. فهي المساله كده، اسا في ناس كتار جدا مناصرين في المجتمع السوداني ده، عايزين المجتمع ده يتقدم ودارين يقدموا خدمات وكده، لكن ما يعني ما عارفين يتواصلوا مع المجموعات كيف، وما لاقين مجموعات جادة. فالشباب عليهم دور كبير جدا، والمرأة. شكرا. جزاك الله خير استاذ محمد العتيبي، وشكرا باشمهندس نبيل كل الحضور. دكتور رومني، اذا عندي اي اضافه ممكن عندك اي اضافه؟ اذا ما بتقدر عندك اي اضافه او ما عندك اي مداخله، فاحنا بنتمنى في الاخير يعني نقول مده دقيقه استاذ محمد العتيبي ادينا نصيحه الجمهور الاودينس المستمعين لنا السودانيين الان خلال منصه الباحثين السودانيين. تفضل. والله أنا لو داير أقول حاجة مهمة جدا كبسولة، لازم نرفع درجة الوعي والمعرفة في كل المجالات، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، بيئيا. ده لازم عشان نقدر بعد ذاك احنا نقيم المادة القدامنا، إذا كانت حديث، إذا كانت حاجة مكتوبة، إذا كانت قرارات، إذا كانت أي حاجة.
بالنسبة للتعاونيات لابد من أن يعني يتجه الشباب لقراءة التاريخ بتاع السودان في مجال التعاونيات، التاريخ بصورة عامة والتعاونيات بصورة خاصة. إذا إحنا بنتكلم عن التعاونيات لازم الناس يعرفوا الخلفية التاريخية العالمية، ويعرفوا المرجعية التعاونية العالمية، الحلف التعاون الدولي، منظمة العمل الدولية، الإفاد، الاتحاد الأوروبي، ده المصدر بتاع المعلومات الأساسية. دي حاجة. الحاجة الثانية المهمة جدا، الناس ما يقروا as given، يعني ما تقرأ حاجة وباعتبار أنها دي خلاص الفاينل، أقراها بصورة ناقدة، ومش نقد بتاع تعالي، يعني أقرأ الحاجة أفهمها وتصورها، وبعدين حاول دخل الآلة بتاعتك الفكرية فيها. إذا لقيتها ماشية ومقبولة وكده حطها عندك ريفرنس، إذا عندك فيها أي تساؤل أي حاجة بحث وأسأل، وزي ما قلت أنا مستعد، يعني أنا متاح في أي وقت، ما عندي أي مشكلة، يعني هذا ده موضوعي الأساسي. فبيبقى دي النصيحة اللي أنا عايزها، لأنه أنت إذا في زول بيتكلم عن التعاونيات مثلا وعن تأسيسه وأهميته وأي حاجة، وما عندك خلفية عن القانون بتاع التعاون، وما عندك خلفية عن المرجعية العالمية، ما حتقدر تقول له أي حاجة، حتاخد كلامه بس، ما حتقدر تقول له غلط. ولو مشيت لجهة حكومية عندها علاقة بالتعاون وقالت لك أي كلام وقلت لها كيف هناك، قالوا لك دي الإجراءات ودي القوانين كده، ما حتقدر تقول حاجة. فيبقى أنت لازم تعرف القانون، ولازم تعرف العالمية، دي الحاجة المهمة جدا، ودي من أوجب وأهداف الشباب، وده الثورة الحقيقية، الثورة الحقيقية بعد التغيير للفساد. الثورة الحقيقية اقتلاع الفساد ده، اقتلاع الفساد ده ما بيجي إلا بالوعي والمعرفة وتقديم البديل الصالح من الفساد القائم. إن شاء الله. شكرا لك. في أستاذ دكتور أمني عنده مداخلة، وبعدها أختم. تفضل يا دكتورة. السلام عليكم، وشكرا جدا أكون جزء من الورشة الجميلة لجامعة الباحثين السودانيين، وموضوع مهم جدا جدا اللي هو موضوع التعاونيات. يعني أنا بسأل من مجال التعاونيات في الصحة، اللي هو ده أسبارت منه، ممكن نقول اللي هو التأمين الصحي أعتقد، صح؟ ده سؤال ممكن تتم كلامك وبعدين هو يجاوبك، أفضل يا دكتورة. أيوه تكمل كلامك وبعدين هو يجاوبك. أيوة، بس يلا أنا بسأل من التأمين الصحي، اللي هو نحن هنا في السودان يعني ما شايف له كده يعني نجاح شديد، فكيف نحن نرفعه للهاي ليفل بتاعه في الاستفادة من التأمين الصحي؟ تفضل يا أستاذ محمد إذا عندك إجابة. ده يعني كلام كويس، وفتح لي يعني مجال، يعني الواحد المجالات كثيرة. الجمعية التعاونية ممكن تكون في أي مجال، في أي نشاط، أي نوع من النشاطات، الأنشطة الاقتصادية، الثقافية، التعليمية، التدريبية، الصحية، التأمين، الفاينانس، أي نشاط ممكن يكون جمعية تعاونية. والأساس في المسألة دي الوعي، المعرفة. يعني مثلا هسه مجموعة من الصيادلة أو مجموعة من المتخصصين في المعامل وكده، أو الأطباء، ممكن يعملوا مؤسسة صحية شاملة أو متخصصة في مجال معين، جمعية تعاونية. حاجة بسيطة جدا. أنا يعني لو تكرمتي أدخلي في جوجل وأكتبي مؤسسة موندوراغون التعاونية، أنا ممكن أكتبها موندوراغون بالعربي أو بالإنجليزي، موندوراغون، اللي هي دي بتلقي فيها أنماط كثيرة جدا من أشكال الجمعيات التعاونية. ممكن تكتبي في جوجل بحث عن الجمعيات التعاونية الصحية أو الطبية،
بالذات اكتبي في الارجنتين هتلقي نماذج كثيره جدا. فالمجال الصحي، المجال الصحي والتامين الصحي ده المواطنين ممكن يعملوه براهم، ما يحتاجوا ذاته للحاجه الاساسيه حايمه دي والتامين الصحي والعكه ويقول لك جيب واعمل وعشان انت يدوك قروش ولا يدوك ده وروحك تطلع. المواطنين نفسهم في الحي في الغرية في اي حته ممكن يعملوا التامين الصحي، ممكن يعملوا المجمع الصحي بتاعهم، يبنوا على احدث طراز ويجيبوا فيه احدث الالات ويكون فيه الناس المتخصصين ديل، فيهم الاطباء وفيهم الناس المعامل وفيهم بتاعين الاشعه وفيهم بتاعين الفنيين وفيهم العمال وفيهم المحاسبين وفيهم كده. المدرسه ممكن تكون جمعيه تعاونيه، مدرسه من الحضانه والابتدائي والعام والعالي لحد ما تاهل الزول للجامعه. السكن الجامعي ممكن يكون تعاوني. بس المعضله وين؟ المعضله في انه نحن عقولنا مكبله بالماضي، الجمعيه التعاونيه هي بتاع الشاي وسكر وزيت وكده، وهي دي ذاتها ما جمعيه تعاونيه استهلاكيه زي ما انا قلت امس. لانه اي واحد فينا هسه لما يجي يستهلك بيستهلك من الدخل بتاعه، يعني عنده دخل بيصرفه ينفقه على سلع يشيل استهلاكه. التعاونيات من الاستعمار لحد الانغاز لحد اللحظه دي المفهوم انه نحن نعمل جمعيه تعاونيه وجهات اخرى تجيب لنا السلع مخفضه، يجيبوا لنا من المصانع، يستوردوا لنا من برا، يعملوا لنا يدونا. دي ما جمعيات تعاونيه، دي جمعيات مع اعاشيه بتاعت اعاشه. فده ممكن. واذا انت حبيتي في الموضوع ده دايره معلومات اكثر وحبيتي انه تمشي فيه اكثر، انا ما اعرف انت يعني دكتوره بي اتش دي في مجال معين ولا طبيبه ولا كده، لكن اذا حبيتي اي تمشي اي خطوات في الموضوع ده زياده انا جاي، ما في اي يا مشكله. سلام، شكرا جزيلا يا دكتور. انا طبيبه وعامله ماجستير بوبليك هيلث، ف نعم نحن ماشيين في اليونيفرسال هيلث كفريج اللي هي نحن نصل يعني اي عيان اي زول في اي حته، يعني التارجت بتاعنا مثلا هنا مدينه السودان. فانا ساكنه في حي شعبي على فكره، يعني ابروف، فدي ممكن تنطلق منه جمعيه رهيبه جدا جدا لانه الكثافه السكانيه مبالغه. فان شاء الله I will share with you ان شاء الله البروبوزال بتاع الحاجه دي ان شاء الله. الكونتاكت بتاعي عندي تليفون واتساب وواصلي، واي معلومه اي فائده اي حاجه في السودان خارج السودان نروح له الساعه والحال المطلوب عنه تمشي لقدام ان شاء الله. ها طلعنا باول جمعيه طبيه تعاونيه في السودان. شكرا لك دكتوره. شكرا لك يا استاذ محمد. احنا شنو لوكي مش مننا شديد صراحه، كل ما اللايف يكون طويل كل ما الناس بتقدر تحضره بشكل اريح. في الختام انا بحب اشكر استاذ محمد عتيبي على مجهوده وعلى تعبه وعلى وقته. صراحه الدور التوعوي من اصعب الادوار، بالذات انه يعني انت بتضحي بوقتك، الوقت ده هو راس المال الاكبر اهميه اللي هي ما بيقدر الانسان يقدر يعوضه مهما كانت الاسماء. فبنشكر كل الناس اللي بتعاونوا في عمليه التدريب ونشر الوعي وبكل مجالاتهم المختلفة، ونتيح لهم في مؤسسة الباحثين السودانيين، أنه مؤسسة الباحثين السودانيين لكل السودانيين، أي شخص حاب يقدم توعية، حاب يقدم بحث علمي، ورقة علمية، مؤسسة مفتوحة للجميع مهما كانت الرؤية بتاعتك. إذا كانت إحنا ندي فرصة للنقاش، ندي فرصة للانتقادات العلمية للنظريات وكل الأشياء. في الاخر اقول اشكركم للمستمعين واشكر كل الناس المستمعين في الفيسبوك والزوم، وتصبحون على خير او تمسون على خير او تصبحون على خير لحسب الاوقات المختلفه في جميع العالم. شكرا لكم، جزاكم الف خير ان شاء الله. شكرا استاذ محمد. شكرا لكم. و يعني الحضور ذاته حاجه ما سهله وبرضه دفعه قويه جدا، وان شاء الله يعني كرة التلج دي هسه هي ماشة ومدردقة، وإن شاء الله تكبر، وإن شاء الله سودان جديد، سودان الحرية والسلام والأمن.
إن شاء الله. يلا السلام عليكم، في أمان الله.